استاذ جابر، الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك. اتبسطت جدا. طب احكي لنا بقى ايه اللي حصل من ساعه ما نزلت من الطياره لحد ما وصلت هنا. لا ما اعرفش حاجه، انا قالوا لي انزل بالطياره، وبعدين لقيت نفسي على الارض، وبعدين كنت بقول حاجات غريبه جدا، انا جامد انا حاجات كده. فحضرتك كنت مطمن وانت فوق ولا كنت خايف؟ لا ما كنتش خايف خالص، بس قبل القفزه كده ما كنتش عارف هقفز ازاي، بس طلعت جامد. انا قبل ما نبدا كلام عن المكان اللي احنا موجودين فيه، عاوزين نسمع الفويس نوت. وانا بس عايز اقول حاجه معينه، في ناس طبعا مش هتصدق انه جابر ممكن يعمل الحاجات دي، او ممكن يطلع في الطياره وينزل وحاجات كده، وممكن يعمل المغامره دي. بس انا فعلا حبيت جدا المغامره، وشايف ان انا ممكن اكون اهل له، فما تقلقوش ان شاء الله كله خير باذن الله. شكرا. طيب احنا دلوقتي عند الفنار في راس البر. قولي ايه اول حاجه بتيجي في دماغك لما بتسمع كلمه فنار؟ هو بتيجي في دماغي اسكندريه بصراحه اول حاجه، بس لما جيت شفت الاماكن دي وعرفت كمان الفندق اللي هنا ده، انه فندق شركه كبيره زي دي تعمل فندق هنا، ده حاجه عظيمه جدا جدا جدا. لا المكان تحفه بجد. استاذ جابر كنا مبسوطين جدا في الحوار مع حضرتك. شكرا. اخر حاجه هناخد سيلفي مع الفنار، وشكرا جدا ليك. شكرا يا هيثم.